مبارك اللي يصادف ذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وهو يوم مميز اللي ضموا له مناطق عزيزة على البلد وهي الصحراء المغربية. فهذا المركز إن شاء الله غيكون مميز في هذا الظرف، الحمد لله الظرف العزيز علينا والظرف ظرف للمغرب، تحقق انتصارات كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي. فهذا المركز غادي يضم مركز ديال الأبحاث والدراسات وال تشجيع ديال الكلى، وفي تشجيع على هذا زراعه الكلى وزراعه الاعضاء، وان شاء الله تعالى غادي يضم في المركز في الطابق الثاني ديالو طابق خاص بالاطفال. الحمد لله وفرنا لهم كل الظروف باش هذا الطفل يدخل ما يتحرم حتى شي حاجه من العاب من كل شيء، حتى الدراسه ديالو يقدر يمارسها من هنايا. والحمد لله هذا المركز غادي يكون مميز، وهو المركز 32 من المراكز اللي أسستها مؤسسة أمل على المستوى الوطني وعلى المستوى الإفريقي، تتبعا لتعليمات صاحب الجلالة اللي وصلنا على حتى في المجال الإفريقي ونجحنا فيه الحمد لله من 2015 في دول ديال الساحل، من مالي، غينيا بيساو، نيجر، بوركينا فاسو، السنغال، والغابون، والكوت ديفوار. ومازال كاين طلبات من الكاميرون، من تشاد، ومن ساو تومي، وكاين طلبات كثيره نظرا لهذاك التجربه اللي جمعتها مؤسسه امل طيله هذه 15 سنه من العمل. الطاقه الاستيعابيه ديال هنايا بالالات اللي بدينا دابا 25 هذا ان شاء الله غتكون واحد 300 ديال البشر اللي يمكن يستوعبها هذا المركز ان شاء الله وتعالى، بظروف جد 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 متطوره ان شاء الله وتعالى وفي غايه من الجوده. والحمد لله راه الناس تتهضر علينا على مستوى الدياليز عند مؤسسة أمل هو بالمجان هذه من سنوات.